واتفقنا في نفس الدقيقة أن نطلع على المنصة ونلقي الكلمة في نفس الوقت ونطالب بالحرية للأخ الدكتور أحمد الدميني، ونقول أن هذه هي المبادرات وهذا ما ينتج منها اعتقالات مصير مجهول للمعتقلين، لا ندري أين ذهبوا حتى الآن، منهم من نعرف ومنهم من يتم تحويل السجن، وهكذا يفعلون مع المبادرات، يتفقون في الليل وينكثونها في الصباح، دائما يختلفون ولا يتفقوا، لا نريد مبادرات، نريد الرحيل الفوري.